هو الحقيقة يعني الخبر جه مفاجئ، أو يعني وسط حزمة من الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة المصرية لمواجهة عجز الموازنة. رفع أسعار المحروقات هو بالطبيعة وبالضرورة بيأثر على بقية القطاعات الأخرى وعلى التضخم بشكل كبير، هيرفع من نسبة التضخم بدرجة مش عايز اقول ان هي مخيفة، ولكن هي بدرجة كبيرة جدا. ان لم يحدث انفراجة استثمارية في الاجل القصير تؤثر ايجابا على مستوى الدخول عشان تعوض الفاقد ما بين او تعوض الفارق الخاص بالتضخم، اعتقد ان العواقب ممكن ما تكونش كويسة في الاجل القصير. لابد من الاسراع في النواحي الاستثمارية. ما ينفعش ان انا ابص على الجانب السهل اللي هو تخفيض جانب المصروفات واهمل الجانب الاكثر اهمية اللي احنا كلنا كنا مستنيينه، اللي هو زيادة الايرادات عشان اغطي عجز الموازنة. الحقيقة الحكومة اتجهت بشكل مكثف جدا ناحية تخفيض جانب الانفاق، في حين ان كان من المفترض ان يكون الاولوية لزيادة جانب الإيرادات هي عشان الناس الإيرادات تحس. بترتفع لما بتقلل الدعم الحكومي كمان، يعني هي إحدى التولز، إحدى الوسائل. أنا مع حضرتك، ولكن إحنا عندنا يعني جانبين الموازنة. بصينا لجانب المصروفات بشكل أكبر من جانب الإيرادات. إحنا عندنا ما فيش أي أخبار جديدة بالنسبة للقطاع السياحي اللي كان بيعتبر معدل بيجيب لي دخل قوي جدا للاقتصاد نعم، المصري. ما فيش يعني في يعني أنتم اهملنا بانتظار الحقيقة المزيد ربما جزء من كبير. الإجراءات، هذا اللي أنت هاي المسج هو اتمنى هذه الرسالة. انتظر في نعم الاجل القصير، والا ستكون العواقب مش ظريفة نعم في الاجل القصير. خلينا نكون طبعا محمد، في أول تصريح بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء في مصر، وزير المالية المصري هاني قدري كان قد خص CNBC عربية بلقاء، وكان قد قال بأن هذا الرفع سوف يكون في محاولة لتخفيض عجز الميزانية إلى 10% خلال هذا العام. أيضا هناك موضوع آخر مهم جدا، سوف طبعا سنكون مع تصريحات الوزير المصري بعد قليل حال جهوزها، ولكن أستاذ إذا جاهزي، إذا خلونا نشوف شو قال وزير المالية المصري السيد محمد قدري أو هاني قدري. هذه الإجراءات هي في الأساس القصد منها أن احنا نوصل لمستوى عجز 10% من الناتج المحلي مقابل السنة دي، السنة اللي خلصت في 2013-2014 12 وربع تقريبا في المية متوقع. إنما لو كمان نشوف شكل الموازنة العامة ماشي ازاي، اقول لك ان السنة اللي فاتت كان فيها 55 مليار جنيه ما بين منح بترولية ونقدية، مش موجود بنفس الشكل ده في السنة الجديدة. اللي موجود في السنة الجديدة 18 مليار. فلو استبعدت المنح اللي جت السنة اللي فاتت كان العجز هيصل إلى 15%. فأنا بقول إني بنزل بالعجز من 15% لغاية 10%. ببعد بيها حاجتين. أولاً بقول إن أنا عايز أحط مواردي اللي موجودة في الإطار السليم. بقى كفاية إن إحنا بنحط الموارد في غير إطارها السليم، دعم وأجور و طب فين الاستثمار وفين التنمية؟ فين تحسين جودة حياة الإنسان المصري؟ إنه يروح يدخل المستشفى يلاقي خدمة صحية كويسة، أو يلاقي أصلاً إن المستشفى مجهزة عشان تستقبله. فإحنا بنبحث الآن على إننا نجد الموارد اللي إحنا نوجهها إلى التنمية وتحسين جودة الحياة. جزء منها انك بتخفض العجز، انك تبدا تسيب موارد في الاسواق علشان تروح او توجه الى خليك تستهدف معدل نمو اعلى. شوف احنا معدل النمو المتصورينه هيبقى في حدود 3% 3 وربع السنه اللي جايه مقابل 2% السنه دي، السنه اللي فاتت يعني اللي هي 13 14. هتقول لي طب ما انت خفضت العجز، هقول لك لا، القسم الاكبر من تخفيض العجز جاي في حقيقته من تخفيض دعم الطاقه. تخفيض دعم الطاقة هو بطبيعته انك بتعيد توزيع الموارد مرة اخرى من حتة غير كفء الى حتة اكثر كفاءة، فما بيأثرش على جانب تقليل الانفاق، ولكن في جانب اخر زيادة ايرادات من موضوع الضريبة. وهناك ايضا دي ممكن يكون لها تأثيرات بعض الشيء على الـ النمو، لكن لما انت بتخفض العجز ككل
بتبعت برساله ثقه للمستثمر المحلي والاجنبي بتقول له شوف احنا بنحط الاقتصاد المصري على مسار من الاستدامه، على مسار من الاستقرار. فتصوري ان التدفقات الاستثماريه اللي هتيجي من القطاع الخاص الجديده هتجب التقليل اللي احنا عملناه في الانفاق، او هتجب الاثر اللي ممكن يكون غير ايجابي بالنسبه للضرائب. دكتور هاني، المستثمر دائما له مطلب واحد، احنا عايزين سياسات ضريبيه واضحه وشفافه غير قابله للتغيير والتعديل المستمر. يعني سياسات ضريبيه بيتم تعديلها كل 5 سنوات في العالم كله. احنا بقالنا 10 سنين من ساعه لما هذه السياسه تقررت، فاحنا في مرحله التجديد، وده وضع طبيعي جدا. لكن سياساتنا واضحه، احنا دلوقتي بنتجه نحو توسيع القاعده الضريبيه، ان احنا سواء من خلال ان احنا نخضع الدخول والانشطه اللي هي لا تخاطب الفقراء او محدودي الدخل من جانب، او الانشطه الوليده اللي بتحتاج رعايه الدوله، او ان احنا بنحارب التهرب الضريبي ونحارب التجنب الضريبي. فكل هذه الوسائل هي لتوسيع القاعده الضريبيه. يمكن حطينا شريحة مؤقتة بنسبة 5% على الدخول التي تزيد عن 1,000,000 جنيه سنويا، لكن هذه ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات بعدها هتتلغي. يعني معناها ان احنا بنتجه الى تخفيض العبء الضريبي على المجتمع، العبء الضريبي الرئيسي. متى يتم فك الاشتباك بين الهيئات والوزارات المالية المختلفة؟ هذه الوزارة مديونة لهذه الهيئة، وهذه الهيئة مديونة لهذه الوزارة. متى يتم فك هذا الاشتباك؟ انا كنت عايز اسالك السؤال ده. شوف احنا بنتجه الحقيقه ان احنا نوفر موارد، لانها محتاجه موارد ضخمه. الموضوع ده اتكوم على مدار عقود، وتاكد ان هو هياخد في بعض سنوات، لكن لازم قبل ما اتجه فيه بقوه واحط اوجه ليه استثمارات ضخمه، لازم اكون متاكد ان انا عندي اوريدي استثمارات تكفي الاهداف التنمويه لمصر. وده هيبقى بيشتغل بالتبعيه، في حاجات ورقيه هنقدر نخلصها على طول، لكن اللي موقفها ما بيبقاش موارد، اللي بيوقفها بيبقى خلافات ما بين الجهات. يقول له انت عليك 10، يقول له لا ده انا مديون لك ب7 مش 10، لغايه ما يفكوا القصه دي. هتاخد شويه وقت، لكن الاساس النهارده والتركيز الاهم هو ننقل مصر من المربع اللي هي محطوطه فيه الى مربع اخر جديد للتنميه ولتحسين جوده الحياه للانسان المصري. إذن وأعود إلى ضيفي الأستاذ محمد جاب الله لنتحدث أكثر هذه المرة عن ضريبة، طبعا الضريبة التي سوف يتم تداولها أو سوف يتم تطبيقها اليوم. برأيك الأسواق والمصريين استوعبوا موضوع الضريبة؟ الحقيقة هو يعني هي مش بداية التطبيق النهاردة، هو بداية التطبيق كان من يوم 2/7 اللي هو تسويته النهاردة بداية التحصيل. مظبوط، بدأ التحصيل بالضريبة شركة مصر المخصصة. بالضبط كده، كويس. اعتقد ان السوق خلاص، يعني احنا بقالنا تقريبا اكتر من 2 اسبوع تقريبا من بعد تسريب الخبر بشكل او باخر، السوق امتص او خد الصدمه الخاصه بموضوع الضريبه، يمكن تزامنت شويه مع اقفال الصناديق والمؤسسات المصريه لبعض شؤونها الماليه في الربع الثاني. شفنا الموضوع مركب شويه ما بين التخفيضات الخاصة بالأثر السلبي للضريبة بالإضافة للإقفال الخاص بالصناديق. أعتقد أن الفترة اللي جاية إحنا مش هيبقى في تأثير للضريبة، وخاصة يعني على الرغم من الآثار السلبية الكبيرة للضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية، إلا أنها حسابيا في النهاية هي أقل وطأة من ضريبة الدمغة المفترض أن هي تتلغي برضو. صحيح. أعتقد النهاردة اليوم. إن شاء الله نهاية تطبيقها النهاردة، يتم إنهاء تطبيقها اليوم. صحيح أستاذ محمد، فهي حسابيا هي أفضل، يعني أفضل نسبيا من ضريبة الدمغة، وإن كنت أفضل أن يكون السوق حر بدون أي ضرائب، ولكن يعني ظروف البلد وظروفنا بعد 3 سنين عجاف مرت بهم مصر، ربنا ييسر الامر ان شاء الله تكون نهايه السنوات العجاف 2014 ان شاء الله. نعم استاذ محمد.